لا تزال الأناقة حاضرة في أسبوع الموضة في ميلان، أين يعرض أشهر المصممين آخر ما تفننت فيه الأنامل. إنه بيجاسوس، الحصان الطائر الذي هو شعارنا الأسطوري، ولكن قبل أن يكون شعارا لنا إنه الحصان الذي يطير في السماء. إنه حكواتي. لديك أيضا الهندية الأمريكية القادمة من الجانب الآخر، والمحبة للنسور وللأرض وللأم التي تعيش في الأسطورة والقدسية من جانبي. وفي محاولة لفهم رموزهم حاولت نقل ذلك في أغلب تصاميمي. إتروي افتتح السهرة بتصاميم عبارة عن بدلات سهرة أضاف إليها القبعات، أضافت عليها الكثير من الأناقة، واختار العديد من الألوان الداكنة كالأسود والرمادي والهادئة كالبيج والألوان الفاقعة التي تثير الجاذبية كالأحمر الفاقع المخملي. المعاطف والأوشحة والسترات كانت حاضرة أيضا في مجموعة هذا المصمم، والمستوحات أغلبها من أنماط الهنود. فيرساتشي قدم مجموعة تحمل معالم الرجولة من خلال تصاميم تعبر عن الثقة بالنفس، ويظهر ذلك في ملابس تعبر عن الكلاسيكية وعن الجيش وعن سائق الدراجات النارية، ورؤساء القبائل بألوان فاقعة وجريئة تعبر عن الفخامة والاعتزاز بالنفس. جمال وأناقة العارضين زادت أزياء شتاء برادا رونقاً وأناقة، حيث أراد التعبير عن معالم الرجل الغامض والمثير من خلال ألوان مختلفة امتزجت بين الداكن والفاتح، حيث عرض المعطف الأسود الطويل والأنيق، المعطف المزدوج بالفرو المخمل المزين بالنظارات الشمسية، المعطف المزين بالورود في الجيب العلوي، والمعاطف الكلاسيكية التي تعبر عن الاعتزاز والإعجاب بالنفس.